بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك للجميع افتتاح كوميكس 2018. طبعا كوميكس عبارة عن يعني يعتبر نتمنى يكون هو ملتقى جميع فئات المجتمع، ملتقى تقنيين، ملتقى الأسر، ملتقى شباب المدارس، وملتقى المختصين في مجال تقنية المعلومات. طبعا اليوم افتتحنا كوميكس بمشاركة أكثر من 120 شركة، أكثر من 20 مؤسسة حكومية. كوميكس طبعا بالنسبة للمؤسسات الحكومية 20 مؤسسة تحت مظلة عمان الرقمية. نتمنى من الجميع زيارة هذا الجناح والاطلاع على جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية. كذلك عندنا مشاركة كبيرة من قبل القطاع الخاص، شركات عالمية موجودة في كوميكس 2018، وهناك العديد من التقنيات الحديثة في مجال إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، أمن المعلومات، وكلها تقنيات أعتقد الجميع مطلع على أنها من التقنيات الرائدة والتقنيات المستقبلية. كذلك عندنا جناح مهم هو جناح ريادة الأعمال، عندنا شركات صغيرة ومتوسطة. هذه الشركات يعني أملنا كبير فيها أنها تكون شركة رائدة في مجال تقنية المعلومات وفي قطاعات مختلفة، سواء في البرمجة، في المحتوى، في الإعلام الإلكتروني، وكذلك في مجال أمن المعلومات. لهذا نتمنى من الجميع زيارة كوميكس 2018، ونتمنى كذلك تعطونا رأيكم في تطوير كوميكس دائما، ونتمنى من الجميع زيارة المعرض وحث الإخوان والأصدقاء لزيارة هذا المعرض.